يستمر الرسول قائلا: وأنتم أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم بل ربوهم بتأديب الرب. طبعا تأديب الرب بمخافته وإنذاره أيضا. التأديب بيتكلم هون بالمحبة، التأديب بالحق وليس بالغضب. أدب ابنك، مكتوب لا تغيظوا أولادكم لألا يفشلوا، لألا يفشلوا. هاي الآية كتبها إلى كنيسة كولوسي. فإذا الرسول بيتكلم عن شيء يعني متعارف عليه في الثقافة في تلك الأيام، إنه عن اهتمام الآباء بالأولاد. وللأسف خليني أقول اليوم إحنا عايشين في هوملس جينيريشن، في جيل يفتقر إلى الأبوة وإلى الأمومة أيضا. بتذكر نبوة النبي إيليا وإحنا قريبين من كنيسته، في رسالته إلى في رسالة إلى ملاخي، مكتوب في آخر الأيام قبل مجيء الرب العظيم يرد قلوب الآباء على الأبناء والأبناء على الآباء لألا آتي وأضرب الأرض بلعنة. بتعرف حبائي، واحدة من اللعنات اللي موجودة اليوم هو العصيان والتمرد. الوالدين مش موجودين في البيت والأولاد عم بيتمردوا وعم بيعصوا، مش عم بيمشوا على النظام الإلهي كما تقول كلمة الرب. تأدب ابنك بمخافة الرب كما أنك أنت بتخاف الرب وبتكرم الرب، بنفس المثال بنفس الطريقة أدب ابنك. وخليني أقول بعض الأمور، يعني التأديب لازم يكون بالمحبة، لازم يلمسوا هذه المحبة، محبة الأبوة، محبة الآب. واليوم كتير من أولاد وبناتي بيبحثوا عن محبة أخرى خارج جدران البيت للأسف. فإذا في نقص في المحبة في البيت فالأولاد رح يبحثوا عن محبة أخرى. بعدين الأولاد بيدوروا على الحق على فكرة، وبيدوروا على مثال صالح. إذا أنت ما كنت المثال رح يشوفوا رياضي، ممثل، أي شخص آخر اللي ممكن يصبح مثل لحياتهم. لأجل هذا كون متواجد في البيت، خليك متواصل. التواصل مع الأولاد أهم شيء في هذه الأيام. اليوم يعني في بركة ونعمة الرب أعطانا إياها في هذا الجيل، اللي هو السمارت فونز، التواصل الذكي أو الهواتف الذكية. لكن من ناحية أخرى عم نشوف عم بتوحد الأولاد بشكل منفرد بدل ما يكون في تواصل في العيلة. فتواصل مع أولادك، اسأل عنهم، اتكلم معهم، شوف شو أحوالهم. دايما اتكلم، قول الحق، ما تميز. وعلى فكرة ما يكون في تفضيل بين ولد أو ولد، بنت أو ولد، أو شخص ناجح أو فاشل. كون عادل، كون منصف، دايما حافظ على وعودك، كون دايما مثال صالح لأولادك. تعرفوا الآباء، خلينا أقر طبعا، يحتاجون إلى حكمة الروح القدس وإلى نعمة الله. طبعا شارك المحبة والتشجيع مع أولادك. يسوع المسيح هو مثالنا. القديسة مريم ويوسف ربوا يسوع، مثل ما بيقول الكتاب كان ينمو جسديا، عقليا، روحيا، واجتماعيا أيضا. في أمثل أخرى في الكتاب، أولاد عالي الكاهن في القديم جلبوا العار والدمار والخسارة، ويعني خسروا الحرب وتابوت العهد، أي حضور الله. إسحاق كان بفضل عيسو، وزوجة إسحاق كانت بتفضل يعقوب، فجلب مشاكل. أنا بدعوك اليوم أنك تكون بيت مسيحي، تقول في هاي اللحظة: أما أنا وبيتي فنعبد الرب. آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. بصلي من كل قلبي من جزيرة بطمس لكل مشاهد، لكل مستمع، إنه رب يصنع معجز اليوم في حياتك، وإنه بيتك يكون بيت مسيحي مبني على الصخر، على شخص الرب يسوع المسيح. على فكرة نحب نتواصل معك، اتصل بنا أو اكتب لنا.